السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح السموثينج لينير فلتر. طبعا السموثينج لينير فلتر احنا يعني بالافرج فلتر راح ناخذ موضوعين، موضوع او راح ناخذ فلترين، يعني راح ناخذ البوكس فلتر والويتد افرج فلتر. وهنا البوكس فلتر ببعض المصادر اسمها الستاندرد افرج فلتر، فيعني اي تسمية هي صحيحة. الفكرة وين؟ الفكرة انه هو منطيك فلتر انه الستاتيك مالته او عفوا الماسك مالته يكون جاهزه، اوكي؟ فبمعنى انه من قال لك بوكس افريج فلتر او بوكس فلتر او ستاندرد افريج فلتر، معناه انت اعرف انه الماسك مالته 3 في 3 هي كلهن وحدات، اوكي؟ راح ينضرب في 1 على 9. زين ليش محمد 1 على 9؟ احسب 1 زائد 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 1 راح يطلع لي 9، اوكي؟ فلذلك نضرب في 1 على 9. اما بالنسبه للويتد افريج فلتر ان شاء الله راح ناخذه بالفيديو اللي بعده. بس كمقدمة انه ايضا هاي الماسك مالته ايضا 3 في 3، هاي الارقام مالته تكون موزعة هنا بالحواف 1 1 1 هنا اللي هي كشكل هاي الشكل يكون 2 ووسطها يكون 4. راح تقول زين ليش 16؟ حاصل جمعهن هي 16. فنجي وندخل على البوكس فلتر او ستاندرد افريج فلتر. هنا انطيك مصفوفة او يعني انطيك انبوت ايمج، فانت راح تطبق عليها الماسك، تمام؟ مثل ما تعلمنا بالموضوع اللي قبله. رجاء طلاب اللي ما قاري ذاك الموضوع وما شاف ذاك ما راح يفهم عليه، لاني انا راح اشرح فقط 3 نقاط لا اكثر لحد لا اطول الفيديو، لانه شرحت بالتفصيل شلون تطبق الماسك على الانبوت ايمج او على المصفوفه مالت الانبوت، تمام؟ فروح ارجع شوفه بالوصف راح تلقون الرابط مالت الموضوع. زين، فهسه نجي نطبق على 3 نقاط. راح اختار لكم النقطة الأولى، أوكي؟ راح اختار لكم النقطة 8 وراح اختار لكم النقطة 7، تمام؟ راح هيك راح ناخذهن، تمام؟ أو ليش 7؟ راح ناخذ 3 بـ8 مثلا و6، أوكي؟ نجي على أول شيء 3، بما أن 3 فوسط هذا الماسك، وطبعا ها هنا أول موضوع إيش عندنا راح ناخذ؟ ناخذ البوكس فلتر، فإذا كلهن وحدات، فأجي ولا أنسى إنه لازم أضرب في 1 على 9، فأجي أخذ الوسط أشيله أخليه على الرقم اللي أريده. هسا أنا إيش قلت؟ قلت ياهو أريد فقط، خلينا 10 دقيقة حتى لا نتخربط، تمام؟ نجي نجيب قلم ونختار، إحنا نريد رقم 3، تمام؟ ونريد رقم 8، تمام؟ وراح ناخذ هذا الرقم مالت 6، تمام؟ نجي. نجي ونشوف ننطي نجي اول شيء على الرقم 3 نشيل الماسك نخلي الوسط مالته على هذا مثل ما تشوفون خليت الوسط مالته هاي الهذين راح ينحذفن بمعنى ايش راح يبقى هذا هاي المربع الصغير اوكي فراح ينضرب 1 في 3 فنجي نكتب العدد مالتنا تمام نجي راح نكتب العدد مالتنا فراح شو يصير 1 في 3 تمام وياي 1 في 3 تمام زائد تمام بين كل مربع زائد 1 في 6 1 في 6 بين المربع واللي جواه راح يكون شنو راح يكون ضرب زين بعدين زائد 1 في 2 وبعدين زائد شنو ايضا 1 في 2 1 في 2 تمام عفوا 2 وطبعا يفضل تخليه بالاخص بس انا لانه حتى لا اتاخر اجي اقول اخلي فتمام اجي اضغط يساوي واقول قصدي اخلي يساوي فاقول 1 في 3 3 1 في 6 6 1 في 2 2 1 في 2 2 اجمع 1 3 و6 9 9 و2 11 11 و2 راح يصير 13 راح ابقي 13 لا اتذكر اني بالشنو بالبوكس فلتر لازم اضرب في 1 على 9 فقبل تضربه في تضربه في تمام في 1 على 9 فالنتيجة مالتك ايش راح يصير او انه شيل 1 على 9 تخليه هنا يفضل انه تسويه هيك تسوي هيك بقى تسوي 9 هذين تخليهن بين قوسين تمام فالنتيجة مالتهن مثلا هسه هي طلعت لي 1 على 9 تمام النتيجة مالتها هي طلعت 13 تمام هيك هذا ارتب احلى لكم فهسه اقسم 13 على 9 بالحاسبه قسموا لي يمكم راح يطلع لي 13
تقسيم 9 راح يطلع لي 1.4444 إلى ما لا الخير. فأني كما راح أخذ الأربعة أربعة، لا راح تأخذون الرقم الانتجر، هاي العشري تمسح وش قد ما كان، حسب ما يكون 6 7 8 في بعض المصادر مقرب، بس أنت لا، أنت أخذ الانتجر فقط. تمام، بمنهجنا إنه فقط نأخذ الرقم الانتجر، عشان الانتجر يعني قبل الفاصلة. فإذا ويساوي لي 1. تمام، هذا الرقم، فالتشيل الواحد تخليه بمكان هذا، تمام، بالمصفوفة الجديدة. فأنت كده راح تسوي لك مصفوفة جديدة وتخلي هذا الرقم. نجي نكمل، نعطي نكرر المصفوفة. تمام، نجي هنايا ونجي هذا كله نمسحه. تمام، نجي هساني شنو أريد؟ أريد رقم 8. فأجي أشيل الوسط هذا أخليه على 8. إيش دا أشوف؟ أشوف إنه هذا انضرب في هذا، هذا انضرب في هذا، هذا انضرب في هذا، هذا خليها على قدها. تمام، حتى إنه شنو، لا خربط، ممتاز. هسه تشوفون إنه صار ويا الجوا ويا المربع الجوا. فإذا أجي أقول شنو، باوع، أتذكر إنه أنا عندي الفلتر، البوكس فلتر. فبما أنا عندي البوكس فلتر فلا أنسى إنه لازم أكتب 1/9. وراح أقول، راح أقول 1 تقسيم 9. زي محمد، هاي 9 من وين جت؟ راح أقول لك، لأنه هو موضوع مالتنا البوكس فلتر. فأجي أجي أضرب أول شيء 1 في 2، فأقول 1 في 2 زائد، الحمد لله هنا ما عندنا سالب ولا كان خربطنا، 1 في 1، خلوا هذا هم داخل القوس، ويكون مربع خلوا داخل القوس، بس هاي اللي أنا عجلة، 1 في 1. تمام، زائد 5 في 1 أو 1 في 5، 1 في 5. تمام، 1 في 5. تمام، زائد 1 في 1، 1 في 1، زائد 1 في 8، 1 في 8، زائد 1 في 5، 1 في 5، زائد 2 في 1 أو 1 في 2. تمام، زائد 6 والواحد. تمام، يعني 1 في 6. تمام، وزائد بأخر شيء 7، هاي طلعت أطول المصفوفة، 1 في 7. طبعا هاي بالتفصيل ما أخذ لكم إياها بالموضوع الأول. تمام، فأرجعوا شوفوا. تمام، هاي هسه نجي حتى لا تخربطهم. فأجي شو أقول، أجي شو أقول، أقول 1 تقسيم 9. تمام، وأجي أشوف 1 في 2، 1 في 2 2. تمام، فأقول 2 زائد 1 زائد 5. تمام، حاصل ضربهم 1 زائد 8. تمام، زائد شقد، زائد 5 زائد 2 زائد 6 زائد 7. تمام، وكأنما جمعنا المربعات الحذني. تمام، تمام، فاثنين واحد وخمسة، 1 و8 و5، 2 6 7. فأجي 1 تقسيم 9 يساوي، يلا ويا 2 والواحد، 2 2 و1 و5 و1 و8 و5 و2 و6 و7، راح تلاقي 37. أحسب من جديد، 2 زائد 1 هو جيد 3 5 8 9، والثمانية والخمسة والـ2 6 7، راح تلاقي 37. هذا 3 7. أجي أقسمهم فأقول إنه 3 37 تقسيم 9 راح يطلع لي 4.1111. قلت لك تأخذ الانتجر يعني قبل الفارزة اللي هي 4، وتشيل 8 تخلي مكانها 4. تمام، هسه نجي الرقم الأخير. يا رب الرقم الأخير ايش دا يقول؟ أرجع هذا هنا وامسح ذني كله. تمام، بما أني أريد 6 فأشيل الوسط مات هذا الماسك وأخلي على 6، بمعنى أنه فقط هاي المربعات اللي هي داخله. تمام، فقبل أضرب 6 في 1. تمام، فقبل أضرب 6 في فقبل أضرب 6 في 1، عفوا دقيقة،
فقبل ايش راح اقول؟ اقول 1 تقسيم 9 وافتح قوس، تمام، واقول 1 في 6، 1 في 6، تمام، 1 في 6 زائد، تمام، 1 في 4، 1 في 4 زائد 5 والواحد، تمام، يعني 1 في 5 زائد 1 في 6 زائد 5 والواحد، يعني 1 في 5، تمام، وآخر شيء 1 في 7، تمام، وسد القوس. أجي أتأكد، كم مربع؟ 6 مربعات، فلازم هنا شنو؟ 6 أقواس، 1 2 3 4 5 6، ممتاز، يعني أنا حلي صح. أجي أقول 1 تقسيم 9، تمام، وأضرب أو أضرب 6 في 1 6 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 5 زائد 7. أجو أشوف الحاصل الجمع إيش قد؟ 6 زائد 4 10، و5 15، و6 21، و5 26، و7 33، تمام؟ فأقول 1 تقسيم 9 إيش طلعت لي؟ طلعت 33. فقبل أقول 33 تقسيم 9 راح يطلع لي 3.66، عفوا، ويساوي لي 3.66666، فأكيد أخذ الانتجار فقط أقول 3. فهنا خلصنا سؤالنا لهذا اليوم. أنا جدا أعتذر ما أقدر أكمل بقية الأرقام لأنه راح يكون الفيديو كلش مطول، لأن أعتقد كافي أنه فهمتوا الفكرة وفهمتوا شلون تضربون، فهمتوا يعني البوكس فلتر شنو. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح ناخذ الويت افريج فلتر.